ألف، هل سينجح مع مليون؟ فأجبتها قائلا: لا أدري، لنجرب. حرر لي ناشر شيك كان بالعائدات عن كتابنا الأول بعنوان شوربة الدجاج للروح. لقد رسم وجها ضاحكا لأنه أول شيك بقيمة مليون دولار يحرره. وبالتالي فأنا أعرف من تجربة الشخصية، لأني أردت أن أختبر الأمر، هل هذا السر يعمل؟ وقد اختبرناه، لقد نجح الأمر ولا ريب، والآن أعيش حياتي على هذا النحو يوميا. أخمن فحسب ما يفكر الكثيرون مما يشاهدون هذا البرنامج، أنه كيف أستطيع أن أجتذب المزيد من المال إلى حياتي؟ كيف أجتذب المزيد من تلك الأوراق الخضراء؟ كيف أحصل على المزيد من الثراء ورغد العيش؟ كيف أستطيع بينما أحب عملي أن أتخلص من ديوني التي تكدست على بطاقة الاعتماد، وإدراكي أنه ربما هناك حد أعلى للنقود التي يمكنني ربحها لأنني أربحها من خلال وظيفتي؟ اعتزم ذلك. هذا يعود إلى إحدى القضايا التي ناقشناها على امتداد كلامنا عن السر. عليك أن تفصح عما تريد أن تمتلكه من قائمة معروضات الكون، وإن كانت النقود بين تلك الأمور، قل كم تريد أن يكون لديك. أريد أن أحصل على 20,000 دولار من دخل غير متوقع خلال الشهر القادم، أو مهما أردت يجب أن يكون أمرا معقولا. الهدف هو التخلص من الديون، هذا سيبقيك في دين إلى الأبد. مهما كان ما تفكر به فسوف تجذبه. قد تقول التخلص من الديون لا يعنيني، طالما تفكر بالديون فأنت تجذب الديون. إلجأ إلى برنامج سداد الديون ثم باشر بالتركيز على رغد العيش. بعض الناس يقولون أريد أن أضاعف دخلي في السنة القادمة، لكن حين تنظر إلى أعمالهم ترى أنهم لا يقومون بشيء قد يؤدي إلى تحقيق غاياتهم، فيقولون لا يمكننا تحمل نفقة ذلك. حسنا، خمن ماذا؟ لبيك عبدك بين يديك. حين تصب تركيزك على الفقر وعلى ما لا تملك، تتشاجر مع أفراد أسرتك بهذا الشأن، تناقشه مع أصدقائك، تقول لأولادك لا نملك المال الكافي لذلك، لا يمكننا تحمل نفقات ذلك. خمن ماذا؟ لن تستطيع تحمل نفقاته يوما، لأنك تبدأ باجتذاب المزيد مما لا تملك. إذا أردت رغد العيش، إذا أردت الرخاء الاقتصادي، إذن ركز على رغد العيش، على الرخاء الاقتصادي. حين فهمت السر بالبداية كنت أتلقى فواتير، في كل يوم كانت تصلني رزمة من الفواتير بالبريد، وفكرت لنفسي كيف أستطيع تغيير هذا؟ قانون التجاذب ينص على أنك تنال ما تصب تركيزك عليه، فأخذت كشف حساب ومحوت المبلغ الإجمالي ودونت مبلغا إجماليا جديدا مكانه. كتبت كم أريد أن أرى في حساب الجاري، ثم فكرت ماذا لو تخيلت شيكات تصلني بالبريد، فتصورت أن رزمة من الشيكات تصلني بالبريد. وفي غضون شهر بدأت الأوضاع تتبدل، وهذا مدهش. اليوم ببساطة أتلقى شيكات بالبريد. نشأت على مقولة أمل جاهدا لتجني المال، فأبدلتها بمقولة الثروة سهلة المنال. تشعر بأنك تكذب على نفسك صحيح؟ العقل يقول كذاب، الأمر صعب، ستستمر بالتأرجح إلى حين بين المقولتين. بالنسبة لجمع الثروة، فالثروة هي حالة نفسية، الأمر مرهون بك. برأيي 80% من الإرشاد الذي أقدمه لبعض الأشخاص متعلق بعلم النفس وطريقة تفكيرهم. من يسمع هذا يقول أنت قادر على فعل ذلك، أنا لا. يتمتع كل شخص بالقدرة على تغيير علاقاته ومداولاته مع النقود. أرى الكثير من الأشخاص الأغنياء جدا، لكن علاقاتهم الاجتماعية فاسدة، وهذا مصطلح فني بالمناسبة. وهذا ليس غنى حقا، إنه ليس كذلك. أتدري قد تسعى وراء المال وقد تغدو ثريا، لكن هذا لا يضمن لك أن تغدو غنيا. لا أقصد أن المال ليس جزءا من الغنى، إنه كذلك ولا شك. وهنالك الكثير من الأشخاص الروحانيين لكنهم مرضى ومفلسون على الدوام، وهذا أيضا ليس بغنى. وجدت الحياة لتكون غنية بكافة نواحيها. الكثير من الناس في الثقافة الغربية يسعون وراء النجاح، يرغبون بالمنزل، بالعمل المزدهر، يريدون جميع هذه الأمور الخارجية. تبين لنا من بحثنا أن امتلاك هذه الأشياء الخارجية لا يضمن بالضرورة ما نريده حقا، ألا وهو السعادة. نسعى وراء الأشياء الخارجية ظنا منا أنها ستجلب السعادة. المسألة عكسية، اسعوا وراء البهجة الداخلية، السلام الداخلي، الرؤية الداخلية أولا، فتأتي جميع الأمور الأخرى. السر يعني لي في الواقع
أننا نحن بعيننا مبدعو عالمنا، وأن كل أمنية حول ما نريد ابتكاره ستتجسد في حياتنا، وبالتالي فهناك أهمية بالغة لما تتمنى لطبيعة أفكارك وأحاسيسك، لأنها سوف تتحقق. ذات اليوم زرت شخصا في منزله، وكان مديرا فنيا لدى منتج أفلام شهير، وفي كل زاوية كان لديه صورة لامرأة عارية مكتسية بقطعة قماش بهذه الوضعية، وكأنها تقول: ها، أنا لا أنظر إليك، لا أراك، أتعلم؟ فقلت له: أعتقد أنك تعاني من مشاكل عاطفية. أنت بصارة أو ما شابه؟ كلا، لكن انظر، في 7 مواضع مختلفة لديك صورة المرأة ذاتها. لكني أحب هذه اللوحة، رسمتها بنفسي. هذا هو السيء، لأنك تكرس لها كل قدراتك الإبداعية. وكان رجلا فائق الوسامة، وتحيطه الممثلات من كل صوب بحكم عمله، ولا يحظى بحياة عاطفية. فقلت له: ماذا تريد؟ حسنا، أريد مواعدة 3 نساء أسبوعيا. حسنا، أرسم نفسك مع 3 نساء وعلق اللوحة في كل زاوية. بعد 6 أشهر التقيت به في أوروبا، فسألته: كيف حياتك العاطفية؟ رائعة، جميعهن يريدن مواعدتي. لأن هذه أمنيتك. 3 نساء أسبوعيا يتنافسن لمواعدتي. أحسنت، لكني حقا أريد أن أستقر قليلا، أريد الزواج وأريد بعض الرومانسية. حسنا، أرسم ذلك، اتفقنا؟ فرسم علاقة حب جميلة، وبعد سنة تزوج وهو سعيد جدا، لأنه نجح في تحقيق أمنية أخرى، لكنه تمنى ذلك في نفسه لسنوات ولم تتحقق أمنيته. أعني لم تتحقق أمانيه، لأن محيطه الخارجي، أقصد منزله، كان يتناقض مع رغباته طوال الوقت وبشكل دائم. طالما تملك هذه المعلومات استعملها. في مجمل العلاقات أمر هام أن تدرك أولاً من سيدخل في علاقة، ولا أقصد بذلك شريكك، بل أن تفهم نفسك. كيف تتوقع من أي شخص أن يستمتع بصحبتك إن كنت أنت لا تتمتع بصحبة نفسك؟ أعود وأكرر، قانون التجاذب أو السر ينطوي على إدخال هذه المسألة إلى حياتك. إليك سؤالاً أود منك التفكير به: أتعامل نفسك كما تريد أن يعاملك الآخرون؟ أنت تصبح الحل لنفسك، لا تقل أنت مدين لي ويجب أن تعطيني المزيد. بدلاً من ذلك، أعط المزيد لنفسك، خذ إجازة لتعطي نفسك، بمعنى أن تملأ نفسك حتى تمتلئ، بحيث يمكنك أن تفيد في العطاء. دخلت في علاقات عديدة متوقعة من شريكي أن يريني جمالي، لأنني لم أرى جمالي بنفسي. في نشأتي أبطالي، أو بالأحرى بطلاتي، النساء الخارقات، المرأة العجيبة، ملائكة تشارلي، بالرغم من جمالهن لم يشبهنني، ليس إلا بعد أن أحببت نفسي. لون بشرتي البني، شفتي الممتلئتين، وركي المستديرين، شعري الأجعد، بعد أن أحببت نفسي استطاع باقي العالم أن يحبني أيضا. ثمة أمر بهي للغاية فيك. أنا أدرس نفسي منذ 44 عام، أرغب أن أقبل نفسي، لأنك سوف تحب نفسك، ولا أعني بهذا اغتيالا، بل أكلمك عن احترام سليم لنفسك. إن تحب نفسك تحب الآخرين. في علاقاتنا اعتدنا أن نشكو من الآخرين. زملائي في العمل يصعب العمل إلى جانبهم، زوجي يفقدني صوابي، أولادي كسالى، دائما نركز على الآخرين. لكن في سبيل إنجاح العلاقة علينا أن نركز على ما نقدره في الشخص الآخر، وليس على ما نشكو منه. حين نشكو من تلك الأشياء نحصل على المزيد منها.